واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهموم، يا كاشف الهموم، يا مجيب دعوات المضطرين، يا الله نسألك اللهم أن تفرج همومنا وأن تنفس كربتنا وأن تقضي ديوننا وأن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تصلح شبابنا وأن تصلح شبابنا وأن تعف لسانا وأن تتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم من علينا بعفوك، اللهم من علينا بعفوك يا كريم. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بهم العباد والبلاد. اللهم انفع بهم دينهم وامتهم وبلادهم ومجتمعاتهم واهليهم يا منان. اللهم احفظنا واياهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات واحصنه من فتنة التفجير والتكليف والتهديد. اللهم حببنا واياهم اليك واهدنا اليك واهدنا واياهم اليك هدى جميلا. اللهم عف نساءنا ونساء المسلمين. اللهم جملهن بالحياة والعذاب والحشمة يا كريم. اللهم من أرادنا وشبابنا ونساءنا وولاة أمرنا وعلماءنا وبلادنا بسوء. اللهم فأشغله في نفسه. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اكفنا بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم احفظ بلادنا ومقدساتنا وإرمامنا يا ذا الجلال والإكرام. احفظ اللهم بلادنا واجعلها شامخة بأمنها وإيماننا. اللهم من أرادها بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك. أعد اللهم بالمتربصين بأمنها وبلادنا وإيماننا. اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وارزق البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا من يقول للشيء كن فيكون. يا إله الأولين والآخرين. يا سيد الأولين والآخرين. يا من يجيب ولا يجاب عليه. يا من على العرش استوى. يا من يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نسألك يا ربنا فرجا عاجلا لإخواننا المستضعفين في فلسطين والعراق وفي باكستان وفي كل مكان. اللهم صب بحالهم. أنت الرحمن الرحيم.
أنت الجواد الكريم، أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. يا ربنا نسألك رحمة عاجلة لهم يا كريم، اللهم ول عليهم ثيارهم وفيهم شرارهم، واحقن دماءهم واسمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلهنا وسيدنا ومولانا، لقد غارت النجوم ولامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، بل نسأل وأنت الرب المحمود، ومن نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. إن طردتنا فمن يقبلنا، إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. لبنا بجلالك وتعلقنا بطجائك، فلا تقول من ولا تصف وجهك الكريم عنا، نحن عبادك المذنبون الضعفاء المستجدون الوجدون الطيبون الخائفون. لا إله إلا سواك، لا إله إلا سواك، إلا بذلك وضعف الاحتمال إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك، وضاقت الظنون إلا فيك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحين بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من التقائك من النار، اجعلنا ووالدينا من التقائك من النار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك غني عن تعذيبنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. التجأنا بذابك وتعلقنا برجائك، قلت رسولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم رفعنا إليك كف الضراع، فاجعلنا يا إلهنا من أهل الحوض والشفاء، يوم تقوم الساعة. اللهم لا تحرمنا شفاعة حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم اسقنا من يد الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. إلهنا وسيدنا ومولانا، تقبل توباتنا، تقبل توباتنا، تقبل توباتنا، واغسل حواتنا، وأجب دعواتنا، واستر سميمة قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نستحي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.